انقسم الى قسمين، كثير الشكوك لا يلتفت اليه، قليل الشكوك ينظر الى ما ترجح لديه، لم يترجح لديه شيء يبني على الاقل. عندنا اشكال، اذا سهى في السهو فماذا عليه؟ سهى في السهو يعني هو سهى في صلاته، ترك التشهد الاول ناسي وقام للثالثة لا يرجع، ماذا عليه؟ عليه أن يسجد السهو. سجد السجدة الأولى ثم السجدة الثانية، وبعد السجدة الثانية عندما جلس قال التحيات لله، هنا زيادة أم لا؟ أين السهو وقع؟ في السهو، سهى في السهو، فماذا عليه؟ عليه والله أعلم. اجتمع الكسائي وأبا يوسف بن رشيد، الكسائي عالم في النحو وأبو يوسف عالم في الفقه، فقال الكسائي أن كل من أتقن علم يستطيع أن يفتي في بقية العلوم، يعني أتقن في علم النحو يستطيع أن يفتي في الفقه. غضب الإمام يوسف رحمه الله، قال لا ما يمكن، صحيح كيف يمكن يتقن في علم النحو يأتي في علم الشريعة ويفتي؟ ما يمكن. قال بلى، قال كسائي بلى يمكن. قال ما تقول في من سهى في السهو؟ قال كسائي لا شيء عليه. قال استدل على هذا من أين؟ من النحو. قال المصغر لا يصغر، أجاب إجابة صحيحة، لكن في الحقيقة لا يمكن أنه يدخل في فن ويفتي في الفن الآخر، إذا مصغر لا يصغر، فإذا سهى في السهو فلا شيء عليه، يسلم والحمد لله، مفهوم؟ طيب بقي شيء في الصلاة لم نذكر؟ لمن الذي ذكر الشيخ؟ نعم قلنا الآن يسجد السجدة الأولى ثم السجدة الثانية ثم بعد هذا يسلم. نراجع ما أخذنا في الدرس الماضي و طيب ماذا أخذنا الآن؟ الآن ماذا أخذنا بعد العصر؟ نعم أخذنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه صلى على المنبر عليه الصلاة والسلام وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي، وعلى هذا سار الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك الأئمة والخلفاء فتح الله عليه غيره. نعم نعم. ثم تكلمنا عن سجود السهو، أخذنا ما يتعلق بالسهو وقلنا أسباب السهو ثلاثة، زيادة ونقص وشك. الزيادة عمدا مطلع للصلاة، وسهوا متى تذكر توقف ورجع إلى الجلوس في التشهد، فإن كان قد قرأ التشهد يسلم مباشرة، صحيح؟ نعم. أما النقص ننظر إذا ترك سنة الصلاة صحيحة، وإذا ترك واجب سهوا وانتقل من مكان هذا الواجب لا يرجع له، وإن لم ينتقل يأتي به. أما نقص الأركان لابد أن يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن، لأنه كل شيء جاء بعد الركن جاء في غير موضع. مسألة مهمة. مثاله الآن يصلي الإمام في المقدمة هناك وأنا أصلي هنا، في الركعة الثانية جلس الإمام للتشهد، أنا أظن هذا، والإمام هناك لم يجلس للتشهد قام إلى الثالثة سهوا، إذن الإمام أين الآن؟ في الثالثة قائم، أنا لا أدري هنا، أنا هنا
جالس للتشهد، متى أتنبه؟ هو الآن قائم، إذا قال الله أكبر ركع، وأنا هنا أي قمت الآن من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، أنا أتنبه الآن، فماذا أصنع؟ يجب علي أن أركع ثم أرفع وتابع الإمام. ولو كان هنا رجل مجرد ما سمع الإمام قال سمع الله لمن حمده، قال سمع الله لمن حمده، الصلاة باطلة لأنه ترك الركوع. كان الواجب على الإمام هداه الله وإيانا أن يصنع ماذا؟ يجهر أو يخافت بالقراءة ويطيل هذه الركعة لحاجة يصح. إن كانت المخافة أحيانا تصح من باب التعليم، فما بالك أن هذا يتوقف عليه صحة صلاة من خلف الإمام. فما لا يصنع الإمام؟ يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، واقرأ على مهل. ليش؟ حتى يقوم كل من في المسجد، حتى عندما يركع يطيل الركوع لحاجة. مفهوم؟ طيب، القسم الثالث الشك. وقلنا الشك جاءت الشريعة لقطع الوسائل. نعم، فالشك ينقسم إلى قسمين: أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، أي عبادة لا يلتفت إليه إطلاقا حتى ولو كان هذا الشك قوي، لكن لو جاء اليقين انتهى من الصلاة الآن وتيقن 100% أنه لم يقرأ الفاتحة في الثالثة، ماذا يصنع؟ الصلاة باطلة. طيب، بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا، ولو رجع فهو آثم. أي نعم، قال أخاف أنه ما تقبل صلاتي. نقول نحن نحكم على الظاهر، القبول وعدمه علم عند الله. نحن نقول أن هذه الصلاة صحيحة والله أعلم، صح؟ نعم. الشك داخل العبادة ينقسم إلى قسمين: كثير الشكوك وكثير الوساوس، هذا لا يلتفت إلى هذه الشكوك. قليل الوساوس يبني على الأقل خطأ، يبني على ما ترجح لديه غلبة الظن، وإن لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل. انتبه. نعم، فتح الله عليك. طيب، الذين يعني يشاركون معنا لهم سؤال، أي واحد شارك معنا يريد سؤال واحد في هذا الدرس لهم ذلك، أما غيرهم لا. نعم نعم. أوقف. ما ذكرتم بالنسبة للمسبوق؟ المسبوق، نعم. بالنسبة للسجود السهو نعم، يقول سهل الإمام في الصلاة، سهل الإمام في الصلاة، وأنا جئت متأخر وأدركت من الصلاة ركعة، إذا سجد الإمام قبل السلام أسجد معه، صح؟ أي نعم. وإذا قمت إلى إدراك ما فاتني وسجد الإمام، يقول بعض العلماء إما أن يسجد، أو إذا كان أدرك هذا السهو مع الإمام يجب عليه أن يسجد السهو بعد أن يأتي بما فات. طيب، الحمد لله. نعم، لو اجتمع مثلا نقص وزيادة الصلاة، أين يسجد؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ ابن سعد رحمه الله يقول يصح أن يسجد قبل أو بعد السلام. نعم نعم. لو المنفرد نسى ركنة، هل الإمام يحمي هذا؟ الله يفتح عليك، اجلس. يقول هل الإمام يتحمل الأركان؟ الآن أنا أصلي خلف الإمام، أقرأ الفاتحة؟ أقول لا، يتحملها الإمام. أكبر للإحرام؟ أقول لا، يكبر عني الإمام. صلاتي باطلة ولا شك فيها. الإمام ما يتحمل الأركان؟ الإمام يتحمل الأركان؟ ما يمكن.
إلا الخلاف الوارد مثلا في قراءة الفاتح في الجهرية أنه قراءة الإمام له قراءة. وقلنا الأحوط والذي أفتى بالشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن تقرأ في السرية وفي الجهرية. أما هذا الذي يظن بعض الناس ما يمكن الإمام ما يتحمل أركان، هل الإمام يكبر عنك تكبيرة الإحرام؟ ها؟ يركع ويسجد عنك؟ ما يمكن. نعم هذا سؤال جيد. نعم نعم. هل يجب في الصلاة تحريك اللسان والشفتين؟ نعم. يعني الآن بعض الناس هدانا الله إياه ما يحرك أبدا، يقرأ الفاتحة هكذا. تخيل أنه هذا ما قرأ، هذا ليس بقارئ أصلا. نعم ما تعد هذه قراءة أصلا، مفهوم؟ نعم يحرك. نعم الشيخ أحسن الله إليكم، ما هو حكم قبل أن نقرأ سورة الفاتحة الجهر بالبسملة؟ أجلس. الجهر بالبسملة ورد جاء حديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر كان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي حديث المسيء في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فكبر، لم يقل له قل اللهم نويت كذا وكذا، ثم قال فقرأ. والأصل أن البسملة ليست من الفاتحة. طيب والله أعلم. نعم نسي الفاء هو هذا إشكال سيبقى، أنا أعرف وكررنا هذا المسألة أكثر من مرة. نسي الفاتحة في الركعة الأولى معك، لا اصبر، نسي الفاتحة في الركعة الأولى. نعم أول السؤال، هل الأولى لا يعتبرها؟ لا يعتبرها، ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، كل شيء. نعم هل يجوز للسهو؟ نعم ولا بد. السؤال الثاني، لا نعم سليم. من نسي الركوع في الركعة الأولى من نسي الركوع في الركعة الأولى تذكر في الركعة الثانية، تذكر في الركعة الثانية وهو راكع مثلا، وهو راكع يصبح هذا الركوع للأولى ويلغى كل شيء بعد الأولى، بعد ترك الأولى يعني. وإذا كان قائم ماذا يصنع؟ يرجع لركوع يديه ثم يرفع ويمشي. نعم أحسن الله إليكم، من نسي النية وتذكر في أثناء الصلاة، من نسي بالنية، من نسي النية يعني مثلا دخل في الصلاة ثم تذكر يعني أن الله، هذا سؤال ممتاز. اجلس. والله أخشى أن يفتح علينا باب السؤال. الآن خرج الأخ يتوضأ وبرد ويكلم فلان، توضأ بسرعة ودخل الله أكبر، ثم بعد أن ارتاح قليل في الصلاة قال هذه صلاة العصر وأنا عندما كبرت لم أنوي بها العصر، صحيح؟ نعم. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هذا لا يسع أحد إلا أن يقول بصحة الصلاة وارتاح، لأنه هو نوى فرض الوقت وفرض الوقت عصر، مفهوم؟ طيب هذه صورة، هذه صورة تقع منا كثير، يقول لا يسع أحد إلا أن يفتي بصحة الصلاة لأنه يقع كثير. الآن مثلا الأخ في الحج بلغنا الله إياكم، هل لا بد أن يستحضر النية عند الطواف أن هذا الطواف ركن، طواف الإفاضة، طواف الزيارة؟ نعم يستحضر أن هذا الطواف ركن، وعندما يرمي يستحضر؟ لا، يكفي النية الأولى، مفهوم؟ نعم. لكن دخل إلى الصلاة بنية الظهر، دخل إلى الصلاة بنية هو نوى الظهر، الآن كبر ونوى الظهر ثم بعد أن كبر قال أنا صليت الظهر، هذه عصر، أقلب النية من ظهر لعصر بطلت الصلاة، خرج الآن من الصلاة يكبر بنية العصر ولله الحمد، مفهوم؟ إذن
إذا نوى فرض الوقت يصح وإن لم ينوي عين الصلاة أنها عصر. وهذا الذي أفتى به الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. مفهوم؟ طيب.